أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الكابتن. حلقة نتحدث فيها حول واقع استعدادات قطبي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات للموسم الجديد بعين فنية، وأيضا نظرة على عودة السلة الأردنية للواجهة من خلال الدوري الممتاز بكافة تفاصيل الأسبوع الأول. إلى العناوين: الفيصلي والوحدات يختبران الجاهزية في البطولة الرباعية. الدوري الممتاز يعيد الحياة لملاعب كرة السلة والإثارة حاضرة. وسبورت رادار تكشف للمملكة خطورة المراهنات على نزاهة مباريات كرة القدم. أهلا بكم. اقترب الموسم الكروي من الانطلاق، ورفعت الأندية وتيرة تحضيراتها. المباريات الودية حاضرة والتعاقدات مستمرة، وقطباء الكرة الأردنية شارك في بطولة كأس أمنية الرباعية تمهيدا لمنافسات الموسم المقبل. واقع الاستعدادات نقاش نخوض فيه مع نجم من نجوم الكرة الأردنية سطع بريقه لاعبا ومدربا. دعونا نتعرف معا على ضيف الكابتن. إذن الكابتن عبد الله أبو زمع هو ضيفي في الحديث عن الكرة الأردنية. كابتن عبد الله، أهلا وسهلا فيك في الكابتن وفي استديوهات المملكة. الله يعطيك العافية كابتن مهند، وما شاء الله على هالاستوديو الجميل وعلى البرنامج الجميل، وإنك أنت جميل ما شاء الله عليك. الله يعطيك العافية. بداية كابتن عبد الله، قبل الحديث عن الكرة الأردنية نحب أن نتحدث عن الكابتن عبد الله. جميع الجماهير تتساءل وأنا أولهم، أين عبد الله الآن؟ والله مهند، يعني عبد الله ابو زمع الان في راحه الصراحه. يعني انا اعتذرت الصراحه، جتني عروض من المملكه العربيه السعوديه، وايضا جتني عروض محليه، ولكن اتفاقي مع نادي الجزيره ألزمني أني أنا أعتذر عن العروض. هذا الموضوع صار قبل شهرين، كان هناك اتفاق مع نادي الجزيرة للتدريب، ولكن ماذا حدث تحديدا عبد الله؟ والله شوف كابتن مهند، يعني احنا أنا أكون يعني ما كنت حاب أن أحكيها لوسائل الإعلام. أنا تربطني علاقة يعني قوية مع رئيس نادي الجزيرة الأستاذ يحيى المحارمة، اتفقنا على جميع بنود العقد، وعلى أني أنا أكون مدير فني لنادي الجزيرة الموسم القادم. اتفقنا على كل التفاصيل، ولكن يعني أنا التزمت بالاتفاق اللي جرى بيني وبين نادي الجزيرة، مع شخصيا مع الأستاذ مهند يحيى المحارمة، ولكن للأسف تفاجأت أنه نادي الجزيرة قطع الاتصال. أستاذ محمد المحارمة ممثل نادي الجزيرة انقطع الاتصال للأسف لغاية الآن. لا اعلم، ما ردوا على التليفون. لا اعلم، لا 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 لا، انا ما اتصلت فيهم. احنا اتفقنا وجلسنا وقرينا الفاتحه، واتفقنا على جميع البنود من جهاز فني و لاعبين محترفين وخطه العمل، وعملت معهم ما يقارب ال 20 يوم. جهزت المعسكر التدريبي، اتفقت مع لاعبين محترفين، اتفقت مع لاعبين محليين، يعني وضعت خطه كامله. وضعت خطه كامله، وكان الاتصال بيني وبين الأستاذ يحيى المحارمة متواصل ما يقارب العشرين يوم. ولكن قبل أنه ينقطع، أنت عارف إجتني عروض، يعني ما بخفي أنه سبب أنه أنا الآن يعني ما بدرب فريق هو نادي الجزيرة والتزامي مع نادي الجزيرة،
ولكن خيرا الحمد لله والشكر لله التزمت مع نادي الجزيرة، ولكن يعني للأسف أنه نادي الجزيرة لم يلتزم عبد الله. نعم، الخيرة فيما اختار الله. صحيح نقول صحيح. أنت مكسب لأي فريق تدربه كابتن عبد الله. أبو جمع رحل عن فريق الكويت الكويتي بعد أن كان متصدرا بفارق 8 نقاط، ما الذي حدث؟ والله شوف مهند، يعني تجربتي مع نادي الكويت الكويتي تجربة صراحة أنا بعتبرها مميزة لعبد الله، ونحن نعتبرها ناجحة. والله الحمد لله والشكر لله. هي من بداية، يعني أنا ممكن خليني أرجع لورا، من بداية إنه نادي الكويت يعني قام الاتصال بعبد الله أبو زمع إنه عندهم نية أن يتعاقدوا مع عبد الله أبو زمع لتدريب النادي الكويتي، وهو من أبرز الأندية الكويتية، وهو بطل كأس آسيا 3 مرات، بطل الدوري الكويتي الموسم الماضي وما واللي قبله. قبل أي شيء وأي مفاوضات، طبعا أنا كنت مدرب مساعد مدرب للمنتخب الأردني، طبعا أنا ما رضيت أتفاوض مع نادي الكويتي إلا بموافقة سمو الأمير علي. طبعا تمت موافقة سمو الأمير ودعم سمو الأمير علي لعبد الله أبو زمع. ذهبت إلى الكويت ولله الحمد، يعني حرصت معهم كأس الكوس الكويتية، الكأس السوبر، وأيضا وصيف كأس ولي العهد، وصيف كأس ولي العهد، وكنت متصدر الدوري يعني باقي تقريبا 7 مباريات، يعني بإمكان يعني عبد الله بزمع باقي له مباراتين ويأخذ بطولة الدوري الكويتي، ولكن تعرف المنافسة بين القطبين صعبة. نعم. الكويت والقادسية كان في خسارة إنه بالدوري مع القادسية، ارتأى يعني مجلس إدارة نادي الكويت، يعني هو حال ما يحدث في الدوريات العربية عبد الله، ولكن بالعكس يعني أنا قبلت بهذا القرار وبكل صدر رحب، وأنا تربطني لغاية هذه اللحظة. يعني كابتن عبد الله، نحن فخورين فيك حقيقة، عندما كنت لاعبا وأيضا مدربا أنت مثال للمدرب الأردني الطموح الذي اجتهد وتدرب أيضا وأخذ شهادات التدريبية على أعلى مستوى، دورات معايشة شاهدنا في السيرة الذاتية، والآن ما هي المرحلة القادمة لعبد الله أبو زمع؟ والله شوف مهند، أنا قاعد بس على لدورة معايشة في إنجلترا الآن، في اتصال مباشر بيني وبين الكابتن هاري ردناب لتجهيز دورة معايشة مدتها تقريبا 3 أسابيع لشهر مع نادي بورموث الإنجليزي. نعم. سبق يعني وأن فرصة أنا كنت عايشت هذا الفريق. عايشت فريق بورموث الإنجليزي وأيضا ديربون كاونتي الإنجليزي. عبد الله كنت مدربا للمنتخب، الآن المنتخب والمرحلة القادمة بقيادة كابتن جمال أبو عبد، كيف تراها مع وجود اللاعبين الحاليين، الدوري الحالي، الاستعدادات الحالية للكرة الأردنية، وأنت من عايشت في إنجلترا شاهدت فارق كبير بين التجهيزات والتدريبات والاستعدادات خارجا في أوروبا وأيضا داخليا في الأردن؟ والله شوف مهند، يعني احنا الكل حاب يكون المنتخب الوطني بكأس آسيا يكون مميز ويكون يعني له بصمة. كابتن جمال أبو عابد أتوقع أنه هو رجل المرحلة القادمة في أنا رأيي الشخصي أنه هو كابتن جمال أبو عابد هو رجل المرحلة في كأس آسيا مع المنتخب الوطني. ليش؟ لأنه جمال عارف كل صغيرة وكبيرة عن اللاعب الأردني. اللاعب الأردني عاطفي والكابتن جمال أردني، فأتوقع أنه الكابتن جمال قادر مع مساعدة الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأنا اللي شايفه أنه سمو الأمير دعم الكابتن جمال، وأيضا المعسكرات موجودة وفي برنامج أنا شفته جاهز لجمال أبو عابد لأول يوم في كأس آسيا، فأتوقع إن شاء الله أنه إحنا راح نكون رقم صعب في كأس آسيا. ولكن أيضا جمال أبو عابد بحاجة لمدربين الأندية أن يكونوا كمان يساعدوا كابتن جمال في تجهيز اللاعبين من خلال بطولة الدوري، يكون المستوى يعني فوق. نعم. المتوسط، أقل ما فيها يعني. إذن كابتن عبد الله بالتأكيد حديث شيق، سننتقل في الحديث مع الكابتن عبد الله عن عبد الله وأيضا عن الكرة الأردنية، ولكن بعد فاصل قصير خليكم بالمتابعة. أهلا بكم من جديد. الفيصلي والوحدات شاركا في بطولة أمنية رباعية لوضع اللمسات الأخيرة على استعدادهما للموسم الجديد، والوحدات سيخص منافسات الموسم الجديد بمواجهة الجزيرة في 17 من الشهر الحالي على لقب كأس الكوس.
أيام قليلة وينطلق الموسم الكروي الجديد وسط ترقب الجماهير الأردنية لاستعدادات الأندية، والجميع متفائل بمستوى يليق بسمعة الكرة الأردنية. قطبال كرة الأردنية الفيصلي والوحدات باشر منذ فترة الاستعداد للموسم وسط استقرار فني، فالوحدات حافظ على جهازه الفني بقيادة جمال محمود فيما استقطب الفيصلي التونسي نبيل الكوكي. بطولة أمنية الرباعية التي نظمها النادي الفيصلي جمعت القطبين فيها ليظهرا أمام جماهيرهما بصبغة شبه نهائية قبل الموسم. الخسارة في المباراة الأولى أمام أحد والطائي السعوديين كان القاسم المشترك للقطبين في البطولة ليلتقيا على مباراة المركز الثالث. التعاقدات الجديدة كانت هدف الجهاز الفني والجماهير خلال هذه البطولة لمعرفة نقاط القوة والضعف للقطبين. إذن مشاركة الفيصلي والوحدات بكأس أمنية والتي جاءت بتنظيم من النادي الفيصلي، خسر الوحدات مباراته الأولى أمام أحد السعودي بهدفين مقابل هدف، بينما خسر الفيصلي أمام الطائي السعودي بفارق الركلات الترجيحية. وتواجه الفيصلي والوحدات اليوم على مباراة المركز الثالث، وتمكن فيها الوحدات من الفوز على الفيصلي بفارق الركلات الترجيحية 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل وهدف لكل فريق. هذا ويلتقي الطائي وأحد غدا الثلاثاء في المباراة النهائية. عبد الله، شاهدنا الفيصل الوحدات الآن في بداية الموسم أو قرب بدء بطولة الدوري، بطولة رباعية، ولكن المستوى الفني لم يكن على مستوى الطموح بالنسبة لجماهير الفريقين. شوف مهند، يعني بطولة رباعية ببداية الموسم يعني المستوى ما راح يكون فوق المتوسط، لأنها يعني هي آخر فترة الإعداد. أتوقع الأمور الفنية والبدنية راح تتطور في قادم الأيام، ولكن بطولة إجت بوقتها، واللي بقدر هذه البطولة هو جمال محمود وأيضا نبيل كوكي. البطولة مفيدة جدا للفريقين. أداك عن النتائج من أي ناحية؟ البعض يتساءل والجماهير تتساءل الآن. شوف، فنيا المدير الفني بحاجة أنه يجهز لاعبينه ذهنيا، وهي شيء مهم جدا في اي فريق، ايضا فنيا بدنيا، تجربه لاعبين بغير مراكزهم، اعطاء الفرصه للاعب غير جاهز في وقت اطول، اعطاء لاعبين جاهزين وقت اقصر، اعطاء ثقه لحارس مرمى، اعطاء ثقه لحارس مرمى البديل، امور كثيره ما بقدرها وما بثمنها الا المدراء الفنيين. ولكن الان نتحدث عن الفيصلي. الفيصلي بهذه البطولة، المباراة الأولى أمام الطائي كان الفيصلي مقبول، يعني طلع بصورة مقبولة، وإحنا قلنا أنه هاي مباراة استعدادية تنافسية مهمة، أفضل من أن تكون مباراة ودية بين فريق أردني وأردني، في فريق سعودي وأيضا فريق أردني. نعم، الفيصلي بالمباراة الأولى كان أفضل تنظيميا من اليوم. اليوم الصراحة الفيصلي، أنا كمشاهد للمباراة وفني، يعني نبيل الكوكي أنا شخصيا مش عارف إيش بده بالمباراة. يعني كان في فوضى في فريق الفيصلي. الفريق الفيصلي عنده أفضل، أنا باعتقادي أنه فريق الفيصلي عنده أفضل ما قدمه، خاصة في مباراة اليوم أمام الوحدات. لاعبين بغير مراكزهم ماشي، أنا بتفق أنه أنا عندي نقص، ولكن الفيصلي ما عنده نقص غير عن الوحدات. الفيصلي في تغيير لاعبين بغير مراكزهم وأمثال كثيرة بالمباراة. عبد الله، دعنا أيضا نعرف أو نعلم تشكيلة الفريق الفيصلي اللي اعتمد عليها في المباراة السابقة، اعتمد على معتز ياسين في حراسة المرمى، أيضا عودة رواد خيزران مع سالم عجلين في قلب الدفاع. قلب الدفاع كان مشكلة المشاكل بسبب احتراف اللاعبين خارج أروقة الفيصلي في الخليج. اعتمد على طرفي اللعب على عدي زهران وأيضا على إبراهيم دلدوم، وكلهم لديهم خبرة كبيرة. في وسط الملعب بارتكاز اعتماد على خليل بني عطية اللاعب رقم 13، وأيضا بجانبه أنس إجبارات، وكلهم متمكنون، هناك تفاهم كبير. في الأمام إحسان حداد، وعلى يساره يوسف الرواجدي الرقم 7، وعلى يمينه أيضا اللاعب أحمد العرسان، وفي المقدمة هو اللاعب الغاني داوودة. إذن
هذه التشكيلة التي خاضها الفيصلي أمام أحد السعودي مع تغييرات بدخول بهاء عبد الرحمن، وغاب في تشكيلة اليوم أمام الوحدات خليل بني عطية وإحسان حداد بسبب الإصابة. كيف ترى كابتن عبد الله هذه التشكيلة؟ هي زائد بلس ماينس يعني. يعني شوف ولكن أنا التشكيل العام لنبيل مباراة الفكري. أحد الأولى كان الفريق في شكل فريق للنادي الفيصلي لأنه اللاعبين بمراكزهم أغلبهم، ولكن اليوم إن ألعب أنا مثلا إبراهيم دلدوم بالوسط، عندي بهاء فيصل عفوا بهاء عبد الرحمن، أيضا ألعب عفوا اللاعب العجلين بقلب الدفاع مثلا، او العبه بالظهر يعني انا عفوا يعني انا اليوم يعني شفت الفيصلي في فوضى بالفريق، الفيصلي عنده افضل، ولكن انا اذا بدي الوم بلوم المساعدين الكوكي، نبيل كوكي ممكن لغايه الان ما عنده صوره واضحه على اللاعبين الفيصلي. نعم. وهذا الشيء ممكن الفتره يعني فتره الشهر التحدي امام نبيل الكوكي هو معرفه قدرات اللاعبين كيف توظيفهم، ولكن أصعب. انا كجهاز مساعد لازم اساعد واختصر وقت على المدير الفني، يعني اليوم في لاعبين يعني شوف عكس الوحدات، اليوم الوحدات يعني بالمباراه اليوم المباراه الاولى الوحدات كان يعني فنيا متوسط، اليوم طلع اقل شوي من المتوسط، ولكن جمال يعني بين انه عارف لاعبينه وفاهمهم وعارفهم والامور واضحه بالنسبه لجمال محمود. اليوم في لاعبين مثلا خط الخلفي جاب لاعبين اثنين اليوم جربهم لمده تقريبا سنتحدث كابتن عن الوحدات بعد قليل. نعم. ولكن البعض يقول انه الكابتن نبيل الكوكي هناك انضباط من قبله اتجاه اللاعبين، هل هذا صحيح؟ والله شوف انا شفته انا يعني مش قريب ولا انا داخل ولا قريب على نبيل الكوكي، هم ادرى، ولكن انا كمشاهد اليوم فنيا الفيصلي ما كان له حضور، كان في فوضى بالملعب وخاصه بالشوط الثاني، يعني الشوط الثاني يعني انت بدك تلعب لاعبين شباب المفروض انك يكون في توازن بين اللاعبين الشباب ولاعبين الخبره، اليوم كان في لاعبين خبره وانسحبوا ولعبوا لاعبين شباب وصار الملعب كله لاعبين شباب، الوحدات سيطر عكس الوحدات، الوحدات لعب اللاعبين المميزين عنده الشوط الثاني، الوحدات عرف ايش بده من المباراه واخذوا. طيب الفيصل انا يعني بوجهه نظري انه نعم. اليوم الفيصل عنده افضل ولاعبين عنده افضل، والمفروض انه انا اجهز عندي مباراه دوري المفروض اني انا اكون بصوره افضل من اليوم. طب ننتقل لفريق الوحدات والعناصر اللي كانت او اللي اختارها جمال محمود، كانت مزيج بين الشباب والخبره، لاعبين كثر غادروا فريق الوحدات في مقدمتهم الكابتن عامر شفيع وايضا محمد دميري، طارق خطاب، فجوه في خط الدفاع واعاده بناء للفريق. الان كيف ترى تشكيله الوحدات بوجود تامر صالح وايضا زيد أبو الريش، عمر قنديل، أيضا سليم عبيد، أحمد ثائر في وسط الملعب، وأيضا تفاهم بين رجائي عايد وسعيد مرجان بوجود أيضا حمزة دردور، تحركات يزن الثلجي، هذه التشكيلة التي اعتمد عليها الكابتن جمال محمود مع وجود تغييرات صالح راتب وأنس العوضات، كيف ترى هذه التشكيلة بالنسبة للكابتن جمال محمود؟ شوف انا حكيت لك يعني البطوله خاصه المباراتين يعني قيمتهم كبيره للمدرب اللي يستقل هذه المباراتين، الفتره الاعداد كلها كوم وهي المباراتين كوم، لان انا قربت خاصه الوحدات انا عندي كاس السوبر مع نادي الجزيره، هلا نادي الوحدات بهاي البطوله اجهز من نادي الجزيره وراح تشوف الفرق انا باعتقادي يوم مباراه كاس الكوس. الوحدات ما عنده مشكله بالناحيه الهجوميه من اللاعبين، الوحدات يعتمد 4-4-1-1 او 4-2-3-1 ما عنده يعني مشكله. شاهد حمزه الدردور، يزن الثلجي، وايضا صالح راتب، وتحركات ايضا سعيد مرجان الذكيه في الربع الاخير او الثلث الاخير. صحيح من الملعب كل اللي ذكرتهم نجوم، انا حكيت لك الوحدات كان ما عنده مشكله بلاعبين خط الوسط الارتكاز وايضا لاعبين الثلاث اللي امام خط الارتكاز والمهاجم، عنده خيارات كابتن جمال مميزة جدا ولاعبين نجوم وفارق
وممكن يكون جالس عند كابتن جمال على دكه الاحتياط لاعبين مميزين واساسيين بالمنتخب الوطني، ولكن كان مشكله جمال محمود الخط الخلفي تغير كامل. يعني تحدث عن عن ضميري تغير، خطاب ميري، طارق حسان، خطاب، باسم فتحي، ايضا حسان حداد، محمد مصطفى، باسم فتحي، لاعبين مؤثرين، وايضا عامر شفيع. هلا احنا موجود ثامر وموجود صالح، لا حراس مميزين، ولكن قيمه عامر شفيع كبيره باي فريق موجود، خاصه بنادي او مع المنتخب. هل انت كنت مع انتقال عامر شفيع بهذا العمر وهذه الخبره الى نادي اخر، ام التمسك فيه؟ والله شوف، احنا بعالم الاحتراف، هو يعني هو اللي بيقدر يعرف مصلحته انه ابقى او اروح، ولكن انا لو انا مكان الكابتن عامر بكون متواجد مع الوحدات. ليش مع الوحدات؟ فريق جماهيري، فريق يعني جماهير تعشق عامر شفيع بالوحدات، ولكن هو اختار شباب الأردن، وأيضا شباب الأردن نادي كبير. كابتن، لو أنت مدرب أو مدير فني لنادي الوحدات، هل تجدد لحسن عبد الفتاح؟ نعم، حسن الفتاح لاعب كبير، وحسن الفتاح لو احتجته بكل مباراة ربع ساعة ممكن يعمل لك الفارق. عامر، عفوا حسن، ما تبقى من الجيل المنتمي لنادي الوحدات، أنا بتكلم عن نادي الوحدات. نرجع على الخط الخلفي لنادي الوحدات، تغير كثيرا، جمال اجتهد، جاب اللاعب السوري وايضا جاب اللاعب البرازيلي، مع انه اللاعب السوري لاعب وقع مع الوحدات وهو خامه مميزه. اللاعب البرازيلي انا برايي بحاجه لوقت، ولكن يعني بيجتهد الكابتن جمال انه نعم، يحل مشكله الخط الخلفي. اتوقع الوحدات الاجهز هذا الموسم، نعم، انس عنده لاعبين مميزين، نعم، وممكن انه انا اتحدث عن اللاعب الشاب والموهوب انس العوضات صاحب الهدف في المباراه الاولى. انس شاهدته، يعني انا شاهدته خامه مميزه ولاعب يعني موهوب، ولكن بحاجه للوقت. اتوقع انه ممكن الموسم ما يكون مميز، بس ولكن ممكن المواسم القادمة يكون مميز، فلا يعني لا يستعجلوا عليه جماهير نادي الوحدات. وتعرف يعني جماهير نادي الوحدات، جماهير نادي الفيصلي، جماهير تعشق البطولات، فهي بتعمل ضغط على فرقها. ولكن أنا ما بحكي إلا الصبر، حتى الآن بحكي لك، أنا حكيت عن اليوم في فوضى بالنادي الفيصلي بالملعب، مش إنه كابتن نبيل الكوكي مش مدرب مميز، لا بالعكس مميز، ولكن هاي البطولة بينت الكابتن الكوكي والكابتن جمال السلبيات. يعني هل برأيك توقيت هذه البطولة كان مميز جدا؟ نعم، للمدير الفني. البعض يقول المباراة الرسمية الودي ولو كانت ودية تغني عن خمس تدريبات بالنسبة أكيد للمدرب. أكيد يعني أكيد أكيد، أنا قلت لك البطولة لا تقدر بثمن بالنسبة للمدربين. في سلبيات كابتن جمال بدي يحلها، في إيجابيات بدي يعززها، نفس الشيء كابتن نبيل. هلا احنا ببداية الموسم، أنا فني شاهدت انه في، وحكيت انه في شيء غريب بالملعب بالنادي الفيصلي، ممكن اكتشفه الكابتن نبيل وحله، فهاي قيمه المباريات هذه. في شيء ايجابي انا بعززه، نفس الشيء كابتن جمال، فالمدربين الاثنين استفادوا من هاي البطولة. نعم، اعرف انه سؤال صعب من مدير فني ان يقيم مدير فني، انا لا اطلب تقييم، ولكن اطلب رايك في جمال محمود وتجربته ايضا لبعض اللاعبين، خصوصا لبعض اللاعبين. ماذا يبحث جمال محمود هذا الموسم؟ شوف، ما يميز كابتن جمال انه ابن نادي الوحدات وعارف كل صغير وكبير من نادي الوحدات. الكابتن جمال او عبد الله ابو زمع او كابتن هشام عبد المنعم، لاعبين الوحدات اللي هم ابناء نادي الوحدات وصاروا مدربين. الان شو هدف النادي؟ هل هدف النادي الموسم الحالي بطوله اسيويه ودوري وكاس وسوبر؟ اذا انت هدفك البطولات، ايضا انا كمدير فني بحاجه للادوات انها توصلني لايش؟ أن أحرز البطولة الأسيوية والبطولات المحلية. ماذا ينقص الوحدات حتى يتعدى البطولة الأسيوية؟ يعني لا أبعد من الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا. كابتن مهند، والله الوحدات لا ينقص شيء، خاصة يعني بالسنوات الماضية الحظ يعني ممكن وقف بالبطولات الأسيوية كثيرا ضد الوحدات، ولكن الوحدات أتوقع أنه إدارة نادي الوحدات متعاونة جدا مع الكابتن جمال، كل طلباته مستجابة، وإحنا شفنا ممكن في مركز، يعني أنا مثل ما بقرأ وبسمع أنه الكابتن جمال بده يستقطب لاعب جناح يسار، ممكن أنه بالأيام القادمة وفي وقت أنه نستقطبه. فأتوقع أن الوحدات الآن قادر أنه
يعني يحقق حلم جمهوره بالبطوله الاسيويه. نعم. كابتن عبد الله، عندما كنت مديرا فنيا لنادي الوحدات بالتاكيد خرجت الكثير من اللاعبين واشرفت عليهم، من هؤلاء اللاعبين بقي في ذاكره عبد الله ابو زمان؟ والله شوف ما شاء الله عليهم، يعني احنا انا لما كنت يعني عملت موسمين مع نادي الوحدات، رجاي عايد موجود، بهاء فيصل موجود، انا بحكي لك اللاعبين الموجودين حاليا بالوحدات، صالح راتب، لاعبين مميزين ما شاء الله عليهم، خارجيا في فراس شلبايه وايضا احمد هشام، يعني كان لاعب مميز ما شاء الله، يعني لاعبين انا افتخر فيهم يعني. يعني انا بتمنى ولكن الجميع يكون عم بسمعك الان. لا والله انا لاعبي كله بفتخر فيهم، وايضا الكابتن جمال ايضا في راتب العوضات، وايضا في لاعب اسمه ثائر انا شفته مميز، ادهم القرشي، فالكل بكمل المسيره. ايضا اليوم نبيل الكوكي اعطى فرص كبيره. نعم. للاعبين شباب، يعني هاي الامور احنا بنقدر نقيمها كفنيين، ولكن الموسم راح يكون صعب على الجميع. أكيد. راح يكون صعب وطويل على الجميع. عبد الله ابو زمع، الحديث معك شيق جدا في عمق وايضا في تحليل كبير، اتمنى ان شاء الله رؤيتك في برنامج الكابتن في قادم الاسابيع ان شاء الله، واتمنى لك التوفيق في تدريب اكبر الفرق سواء الاردنيه او العربيه والى العالميه ان شاء الله. شكرا لك كابتن. شكرا كابتن. شكرا. إذا مشاهدينا، من كرة القدم ننتقل إلى موهبة أردنية شابة، سارة العرموطي الفارسة التي تألقت على صهوة جوادها في البحث عن الإنجاز، وهي الآن على عتبة المشاركة في أولمبياد الشباب المقبل. سارة العرموطي صاحبة 18 عاماً أصبحت خبراً ساراً في رياضة الفروسية، إنجازاتها، طموحاتها وعشقها للخيل بالإضافة إلى اهتمام والدها الخاص بتنمية مهاراتها صنع منها فارسة لا يشق لها غبار. سارة زي ما حكينا من بداية تعلقها برياضة الخيل والفروسية أبدت اهتمام كبير ومتابعة حثيثة ونق زي ما بحكوا بالأردني، دائما تركب ودائما ودائما ودائما، فالمثابره اللي عندها شيء مش طبيعي ما شاء الله عنها. حبها للخيل ما بتكل من ركوب الخيل، من التدريبات الشاقه والطويله والمضنيه لها بصراحه، واحنا زدناها عليها بالفتره الاخيره من شان تحضيراتها للاولمبياد الارجنتين. منذ نعومة أظافرها عشقت الخيل وتعلقت بالفروسية، ومع مرور الوقت أصبحت تتقن هذه الرياضة وغدت فارسة تتقن لعبتها بمهارة كبيرة. لي 8 سنين برياضة الفروسية، بديت كان عمري 10 سنين، بديت صغيرة الصراحة، أولا كنت ما أخذتها على أساس إنها هواية وإشي إنه أعمله أتسلى فيه كرياضة، لأني ما كنت منشدة لأي رياضة تانية. بعدين لما بلش أبوي طبعا يساعدني يشتري لي خيل وهيك، لاحظت إنه أنا كثير انشديت لها رياضة زيادة عن اللزوم، بالمباريات وبالنتائج حسيت حالي إني حد موهوب بقدر أستمر بها هاي الرياضة، وحسيت حالي بعد زي 6 سنين تقريبا اني حد يعني متمكن، مش انه بس هاوية لهلأ يعني الوضع تمام. حواجز عديدة وعقبات كثيرة تجاوزتها فارستنا حتى وصلت للإنجاز الأهم في مسيرتها الرياضية حتى هذه اللحظة، والمتمثل في بلوغ أولمبياد الأرجنتين لتمثل الأردن في أبرز المحافل العالمية للشباب. تأهلت السنة الماضية بشهر 8، كان التأهيل بالمدينة الرياضية ببطولة خاصة للتأهيل لأولمبياد الشباب، والحمد لله حققت مركز كثير منيح وزمن كثير منيح ساعدني على التأهل. هلأ هاي الفترة عم بتدرب خصوصا للأولمبياد، كل تركيزي وتدريباتي وعم بجهز حالي وخيولي عشان عم بشارك بكثير مباريات عشان أولمبياد الشباب، فإن شاء الله نحقق نتيجة منيحة. بالإضافة إلى تفوقها في رياضة الفروسية، تعتبر العرموطي من المتفوقين على المستوى العلمي، وهي على وشك خوض تجربة الدراسة الجامعية في الإمارات العربية المتحدة.
اخترت دبي بشكل خاص عشان فيها رياضة الفروسية كتير قوية. صراحة أنا كل سنة يعني السنة الماضية رحت شاركت هناك، كتير حبيت الوضع العام فيها، بالذات إنه رياضة الفروسية كتير منيحة فيها، ورح أدرس طبعاً بالجامعة بزنس مانجمنت. فارسة أردنية ناقشت اسمها بحروف من ذهب في سجل الإنجازات، يتوقع منها الكثير لحمل آمال رياضة الفروسية إلى العالمية. كل التوفيق لسارة العربوطي المتفوقة في لعبة الفروسية وأيضا متفوقة على المستوى العلمي. الكابتن مستمر معكم وفيه بعد الفاصل. الأسبوع الأول من سلة الممتاز تحت المجهر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. كرة السلة الأردنية تعود من جديد، والبداية بعد الدور التصنيفي بالدور الممتاز الذي انطلق قبل أيام بعدما زاد نقامه اتحاد اللعبة بهدف توزيع اللاعبين على الأندية وتحقيق الفائدة الفنية المرجوة. تنافس قوي وأداء مقنع، هذا ما أسفرت عنه نتائج الجولة الأولى من الدور الممتاز لكرة السلة. الأهلي بطل الدور التصنيفي تفوق على كفر يوبا ب 89 نقطة مقابل 78 في لقاء شهد تألقا كبيرا من نجم الأهلي محمد شاهر، فيما كانت اللقطة الأبرز في الجولة هي إصابة موسى العوضي الذي أثر خروجه على نتيجة فريقه الرياضي. بدوره استغل فارق الخبرة وتألق نجمه يوسف أبو وزنة ونجح بتحقيق فوز صعب على الجزيرة الذي اعتمد بشكل كلي على نجمه الأوحد محمود عبدين. أما مسك الختام فكان بلقاء الأرثوذكس والوحدات الذي شهد ندية كبيرة بين الفريقين، حيث حسم التعادل نتيجة اللقاء ليحتكم الفريقان إلى وقتين إضافيين لينجح فريق معتصم سلامة بتحقيق فوز هام وصعب. أما المرحلة الثانية فشهدت فوزا كبيرا للجزيرة على كفر يوبا الذي استفاد من انسجام جوردان التسوقي رفقة محمود عبدين، فيما بقيت إصابة العوضي تؤثر على ممثل الشمال. وفي اللقاء الثاني نجح الوحدات بإيقاف الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم في لقاء جماهيري كبير. اللقاء الختامي شهد تفوق الرياضي على الأرثوذكسي ليقبض الفريق على صدارة البطولة وحيدا. التنافس يحتدم منذ البداية والأمال معلقة على التأهل إلى المربع الذهبي قبل الخوض في رحلة البحث عن اللقب. دوري كرة السلة الممتاز وجميع تفاصيله، الأبرز والأفضل وكافة الإحصائيات ستكون مع ضيفنا نجم كرة السلة الأردنية الكابتن أيمن دعيس. أهلا وسهلا كابتن. أهلا فيك كابتن مهند، شرفنا. أنا مبسوط أني أنا معك اليوم و... أنا مبسوط جدا لشغلتين، بداية في حدا أطول مني وجود والكرسي ظابط عليه. ما بالضبط، أنا مرتاح حبيبي كابتن. أول شيء أبارككم بالقناة المملكة وإن شاء الله موفقين، وأنا كتير مبسوط أني معك كابتن. أهلا وسهلا فيك كابتن. كالعادة أي ضيف يكون موجود معنا نعرف على سيرته الرياضية، أنت معروف للجميع، ولكن حتى نذكر من لم يتابع أو من تابع لكي نفتخر في لاعبينا القدامى. خليك كابتن، شكرا. إذا نتحدث مع كابتن أيمن عن المستوى الفني لغاية هذه اللحظة لدوري كرة السلة. بصراحة الدوري السنة هاي الاتحاد اشتغلوا على شغلة مهمة كتير، اللي هي جمعوا الفرق الستة ووزعوا اللاعبين الأردن كلهم بالتساوي عليهم، فصار الدوري متقارب جدا. فزي ما ملاحظ أنت بالدوري اللي عم بيصير هلا حاليا، المباراة يا بتنهي بنقطة يا بنقطتين،
يا بالأوفر تايم الثاني، فدوري ما في حدا كبير، لا تستطيع توقع أي نتيجة أي مباراة بالضبط. بس في ضرر صار على نادي الكفريو بانصاب موسى العوضي وراح يغيب عنهم 3 أسابيع، أيضا محمد شاهر مصيبة كمان، فأثروا عليهم في لاعبين مهمين كتير بالفريقين هدول. نعم. إذا نتائج الجولتين الأولى والثانية في دوري كرة السلة نشاهدها سوية. أيضا الأهلي حقق الفوز على كفر يوبا 89-78. الرياضي أيضا تفوق على الجزيرة ب 91-89 في الثانية الأخيرة من المباراة. أما الأرثوذكسي فأيضا احتاج لوقتين إضافيين للتفوق على الوحدات ب 104 نقاط. سنركز على الأسبوع الأول كابتن أيمن، ولكن نذكر مشاهدينا أيضا بنتائج الأسبوع الثاني اللي انتهى أو الجولة الثانية اللي انتهت اليوم. الجولة الثانية حقق الجزيرة فوزه الأول على حساب كفر يوبا ب 75-48، وأيضا الوحدات تفوق على الأهلي ب 80-74، والرياضي أيضا حقق الفوز على الأرثوذكسي بفارق نقطة واحدة. إذن النتائج جميعها متقاربة إذا تحدثنا عن الأسابيع الأسبوع الأول. مزبوط كابتن، الأهلي والكفر يوبا كانت مباراة كويسة حلوة حضرتها أنا، بس انصاب موسى العوضي فيها وأثر على الفريق. كانوا متقدمين الكفر يوبا على الأهلي وانصاب موسى العوضي، واستطاع الأهلي يتقدم بالفوز عن طريق يعني موسى العوضي. الربع الأول من هذه المباراة كان تفوق الكفر يوبا بفارق، يعني بفضل ثلاثيات موسى العوضي. كان بقول لك كانوا فارقين الكفر يوبا، بعدين انصاب موسى، استطاع الأهلي عن طريق محمد شاهر أنه يحقق الفوز. نعم، نتحدث عن المباراة الثانية، الرياضي مع الجزيرة. الرياضي مع الجزيرة كانت زي ما حكيت لك كابتن سكور بسكور. يوسف أبو وزنة بالثانية الأخيرة دخل سكور الفوز، واستطاع الرياضي بالفوز على الجزيرة. نعم، نتحدث عن المباراة الأكثر جماهيرية في هذه الجولة، الجولة الأولى، الأرثوذكسي مع الوحدات. تمددت أو تم تنديد هذه المباراة شوطين. لشوطين أو مرتين. نعم. مزبوط، شوطين إضافيات، واستطاع الأرثوذكسي التغلب على الوحدات في هذه المباراة كمان. الجولة هاي شهدت تنافسا أيضا قويا بين اللاعبين من حيث تسجيل النقاط. نعم. يعني نشاهد أيضا تصدر يوسف أبو وزن الترتيب 39 نقطة، أيضا حل أمين أبو حواس ب 38 نقطة، ومن ثم صانع الألعاب محمود عابدين النشط ب 35 نقطة. نعم كابتن، يوسف أبو وزن لاعب ارتكاز بلعب تحت السلة مع الرياضي الأردني، استطاع انه يعمل 39 نقطة كابتن، واستطاع انه يعمل 11 ريباوند واربع تمريرات حاسمة وخمسة سرقات للكرات. امين ابو حواس برضو استطاع انه يحط كمان 38 نقطة و12 ريباوند واربع تمريرات حاسمة. يعني نشاهد ان الذين تميزوا هم لاعبين منتخب. نعم. هم نعم. كانوا يقودون فرقهم. نعم. في الانديه ينقصهم كمان الكابتن بعد اذنك محمد شاهر، اظن محمد شاهر استطاع بالمباراة الأولى استطاع أن يضع 26 نقطة. نعم. و 26 نقطة و 14 نعم. متابعة. إذن أيضا حصل اللاعب يوسف أبو وزنة على أفضل لاعب في الجولة. نعم. الأولى يوسف أبو وزنة لعب 39 دقيقة وسجل 39 نقطة، وكان هناك أيضا متابعة للكرة ب 11 مرة أو 11 مرة، وأيضا تم 4 تمريرات حاسمة. رأيك في اللاعب أبو وزنة؟ إحصائياته 77%، شايد 22 شوتة، جايب 17 شوتة منهم، فاحصائياته بالباسكت 77%، فما شاء الله عليه، لاعب متطور جدا، استفاد بالمنتخب، الكابتن سام دغلاس فادو واخده مع المنتخب، وما شاء الله لعب مباريات كويسه مع المنتخب، وهلا اثبت حاله في الدوري. اللاعب اكس هو زيد عباس، اللاعب الاهلي. نعم. الذي غاب عن السفر ويعول عليه الاهلي كثيرا، لم يلعب، هو الغائب الابرز في الجوله الاولى. راح يفيد الاهلي كابتن كثير زيد عباس مع محمد شاهر ومالك كنعان، بتخيل انه الثلاثي تحت السله اقوى ثلاثي، محمد شاهر وزيد عباس، بتخيل هذول راح يكونوا حاسمين تحت السله، هم الاقوى تحت السله حاليا بالدوري الاردني النادي الاهلي. اذا لو تحدثنا عن افضل اللاعبين في هذه الجوله من خلال متابعتك للمباريات بصوره سريعه، من هم الافضل في المراكز سواء كان كصانع العاب كجناح وينج او هلا؟ نعم. اول خمسه كابتن ستارتر بتحط اول خمسه. نعم. للدوري الاول محمود عابدين،
بلاي ميكر صانع نعم. العاب امين ابو حواس يعني مباريات رائعه وايضا تركيز عالي من خلال الثلاثيات وايضا سرعته ودهائه في تحركات تحكمه بالكره. كابتن عنده كمان خبره كبيره، احترف برا، لعب بالفلبين، لاعب يعني يعول عليه منتخب كثير. امين ابو حواس لاعب برضه كابتن جبناه من امريكا، اردني جنسي، اردني 38 نقطه و12 ريباوند بالضبط، اربع تمريرات حاسمه بالضبط، ما شاء الله لاعب موهوب كمان كابتن، برضه بيشارك مع الاردن بال3 و3. هاني الفرج برضه وينج على شمال، سجل 20 نقطة أمام الأهلي كما 100%. تحدثنا قبل قليل، وعمل أيضا ثلاث ريباوندات وتمريرة حاسمة أيضا. نعم. محمد شاهر 26 زي ما حكيت لك 14 متابعة، وعندك يوسف أبو وزنة 39 نقطة و11 متابعة، هدول فيرست فايف. إذن هؤلاء هم الأفضل من وجهة نظرك. نعم. يعني بدنا نشكرك كابتن أيمن الدعيس على هذه الإحصائيات السريعة. سنكون أيضا مع الجولة الثانية والثالثة، ولكن زخم المباريات كل يوم في مباراة. كابتن أيمن الدعيس الأطول أشكرك جزيلا. شكرا كابتن. شكرا لكم. أهلا بكم من جديد. استكمالا لما تم طرحه في الحلقة الماضية حول موضوع المراهنات في عالم كرة القدم وتأثيرها على التلاعب بالنتائج وبنتائج العديد من المباريات، حيث نشرنا أرقام تؤكد وجود مراهنات خارجية على بطولات كرة القدم في الأردن منذ زمن لمبلغ وصل إلى 17 مليون دولار خلال العام 2013. فقد تم التواصل مع شركة سبورت رادار، والتي تعتبر المزود العالمي وأيضا رائدة في البيانات والإحصائيات الرياضية، والتي تراقب أيضا المراهنات الرياضية وترصد المخالفات في البطولات العالمية كافة، وذلك للوقوف على دقة الأرقام التي يتم المراهنة عليها في البطولات العربية والمحلية. ولمتابعة ما تم مناقشته الأسبوع الماضي من تأثير هذه المراهنات على مباريات كرة القدم، ينضم إلينا من القاهرة ضياء صلاح، مدير تطوير الأعمال للشرق الأوسط وشمال إفريقيا من شركة سبورت رادار. أهلا بك سيد ضياء. يعني حقيقة أرقام مخيفة في سوق المراهنات على رياضة كرة القدم، كيف تقومون كشركة سبورت رادار بضبط هذه المراهنات وعدم تأثيرها على نزاهة لعبة كرة القدم؟ طبعا مساء الخير مهند، وبحب طبعا اشكرك في البدايه على الانفيتيشن الجميله دي في البرنامج. بحب برضو يعني اعرفك ان احنا النهارده اي هوب ان احنا نقدر نوصل معلومه مهمه للمشاهدين. نعم طبعا اجان احنا كنا متابعين الحلقه اللي فاتت بتاعتك، وكنا مبسوطين جدا من المجهودات اللي انتم بتعملوها في محطة المملكة وفي الاتحاد الأردني كمان بالذات على التوعية وتعريف الناس ايه الخطورة اللي بتحصل من وراء موضوع المراهنات. طبعا احنا عايزين ندي نوع من التوعية للناس ان موضوع المراهنات دي طبعا بتحصل مش فقط في كرة القدم يا مهند، بتحصل تقريبا في كل الألعاب الموجودة في العالم. وطبعا احنا دورنا الاساسي ان احنا بنحاول نحد من الموضوع التواطؤ او الماتش فيكسينج والتلاعب في نتيجه المباريات. لو احنا النهارده بلغتك شويه ارقام على الفلوس او يعني بصوره سريعه استاذ ضياء، يا ريت نعرف شويه ارقام عن المنطقه العربيه وايضا عن الاردن. انت وفرت طبعا احنا الخبر اللي انت قلته المره اللي فاتت كان الارقام الجديده اللي احنا جبناها ان في الدوري الاردني تقريبا 5.1 مليون دولار بير جيم في المباراه الواحده. هذا نتحدث عن الموسم الماضي، الموسم الماضي 2017 18. وطبعا هو المبلغ طبعا لما بتحوله طبعا باللوكال كورنسي المبلغ طبعا مبلغ مخيف. وطبعا في الوطن العربي ايضا في مصر بيحصل 5.7 مليون دولار بير جيم وهكذا. وطبعا على مدار الموسم كله طبعا المبلغ ده طبعا بيبقى مخيف جدا. بس احنا مهند لازم نبقى عارفين ان موضوع الماتش فيكسينج ده بيحصل مش فقط عشان خاطر الباتينج او المراهنات، انما بيحصل لاسباب ثانيه.
هلا كان تطلعنا على هذه الأسباب، خاصة أنه الدوري في الأردن تتحقق فيه المعايير لهجوم البروكرز الوسطاء من أجل تلاعب النتائج. هناك خطر على أركان اللعبة لدينا في الأردن على ما أعتقد من خلال هذه الأرقام الكبيرة. طبعا طبعا هي طبعا هي أرقام كبيرة بالنسبة لنا، إنما compared للأرقام اللي بنسمعها وبنشوفها برا طبعا الأرقام برضو لسه في البداية. أجل النهاردة الماتش فيكسينج أو التلاعب بيحصل عشان سببين مهمين جدا، موضوع المراهنات اللي بيحصل أو الأونلاين باتينج، والموضوع السبورتينج ريزنز اللي هو في نادي النهاردة محتاج يفوت مباراة أو يسيب ماتش لفرقة تانية بعيد عن المراهنات، والاثنين طبعا يعتبر سيد سيد ضياء بصورة سريعة بأقل من 20 ثانية لأن الوقت يداهمني حقيقة، ما هو المطلوب منا كأردن أن نفعل لحماية أركان اللعبة بصورة سريعة لو سمحت؟ احنا انتم مطلوبين من عندكم ومن كل الاتحادات عندنا في الشرق الاوسط ان احنا نبدا موضوع الوركشوب والتوعيه سواء للعيبه للنوادي للاتحادات، كل الانفورميشن لازم تبقى موجوده سواء عند اللعيبه عند الناس الحكام ويعرفوا ايه خطوره الماتش فيكسينج. نعم. والنهارده ان في شركات يعني زي اشكرك سبورت ريدر سيد فور فيفا. نعم. فور فيفا وور مونيتورينج كل المباريات. سيد ضياء صالح مدير تطوير الاعمال الشرق الاوسط بشمال افريقيا من شركه سبورت رادر، اشكرك جزيل الشكر، كنت اود بوقت اكبر ولكن الوقت داهمنا، شكرا جزيلا لك. اذا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام الكابتن لهذا الاسبوع، نلقاكم في الاسبوع المقبل، دمتم برعايه الله.